مشاهدينا الأكارم، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الحدث. لا تزال الحملة الانتخابية في يومها الثاني تشكل الحدث في طبقة سياسية وربما لا حدث لدى كثيرين. مظاهر عديدة تؤكد أن الانطلاقة لا تزال باهتة. رؤساء أو أمناء عامون لأحزاب نظموا تجمعات في قاعات شبه فارغة، كما أن معظم المساحات الإعلانية المنتشرة عبر أزيد من 1500 بلدية عبر الوطن لا تزال فارغة، وهي ذات اللوحات التي سبق وأثارت ضجة بأخذها لمساحات خاصة بالراجلين، وأيضا لأنها حملت رسائل من الشعب إلى المرشحين على عكس ما وضعت لأجله. بينما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة موازية بدأت حتى قبل الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية التشريعيات 2017، ورغم أنه لم تمر سوى أقل من 48 ساعة على انطلاق الحملة، إلا أن متتبعين سجلوا خروقات وتجاوزات لنصوص قانونية واضحة على غرار استغلال الرموز التاريخية المشتركة، والتي لم تحرك لجنة مراقبة الانتخابات لحد الآن في إشارة أو لم تتحرك لها في إشارة، إلا أنها قد تتغاضى عن كثير من الأمور على عكس اللهجة الحازمة التي حملتها تحذيرات وزارة الداخلية من تسجيل أو من تسجيل أي تجاوزات للضوابط التي حددتها مسبقا. في المقابل عبرت العديد من التشكيلات السياسية عن استيائها مما أسمته بتماطل الإدارة الوصية في منح التراخيص للموظفين المرشحين من أجل تنشيط حملتهم، وهو ما اعتبروه عائقا أمام السير العادي للترويج لبرامجهم. فهل تنجح الأحزاب رغم كل هذا في إقناع الناخب بالعدول عن فكرة العزوف؟ هذا ما سنتطرق إليه، لكن بعد الفاصل أرجو أن تبقوا معنا. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل، وأرحب أيضا بضيفي في البلاتو. على يميني الإعلامي والمرشح الأستاذ علي الدراع، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، مساء الخير. وأيضا المحلل السياسي الأستاذ محمد صالحي، أهلا وسهلا بك. شكرا على الدعوة. شكرا. أبدأ معك سيد محمد صالحي، تحدثنا منذ الأمس عن انطلاق صنفت بالباهتة أو وصفت بالباهتة، هل توافق هذا الوصف وكيف تتابع الحملة الانتخابية منذ انطلاقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يعني هذه الحملة الانتخابية هي فريدة من نوعها في انطلاقتها المتعثرة جدا، بحيث أن المواطنين الناخبين غير مبالين بها تماما، ليس هناك مداومات أو هناك مداومات فارغة كما أشرتم في مقدمتكم، حتى اللوحات الإشهارية أيضا شبه فارغة، وحديث الناس أيضا في المقاهي يعني رغم محاولات الكثير من الأحزاب والمرشحين لاستمالتهم، إلا أنهم يبدون تصميما غير مسبوق، أقول غير مسبوق ثلاث مرات غير مسبوق، في عدم تجاوبهم وعدم ذهابهم لصناديق الاقتراع، وهذا راجع لعدة أسباب سنتطرق إليها في حديثي هذا. نعم، سأعود إليك للحديث عن هذه الأسباب. أمر إلى سيد علي دراع، كإعلامي يعني متتبع للحملات الانتخابية وللانتخابات في كل مرة، يقال أن هذه الحملة كانت الأكثر أو الأقل كما شاهدناها يعني تتبعا من قبل المواطن والناخب، هل توافق هذا الطرح؟ أولا تحية إليك وتحية إلى الزميل وتحية إلى كل مشاهدين قناة شروق نيوز. في البداية أعتقد أن الحملة فعلا فعلا بدأت بطيئة جدا، وهذه تعود إلى عدة ظروف، خاصة التحضيرات التي تمت فيها هذه الحملة والدعاية والدعاية المضادة التي راهي تروجها بعض الأطراف لهذه العملية الانتخابية.
ونظرا للظروف اللي يعيشها المواطن، نظرا لظروف الحياه المواطن اليوميه، ونظرا كذلك للظروف المحيط العالمي ما يتضمنه المحيط العالمي وضغوط عالميه على الجزائر. اعتقد فيه عده عناصر او عده ظروف خلات الحمله تبتدي، ولكن تبتدي محتشمة. لكن اعتقد ان الحملة، وهذا من تجربتنا يعني، وانا كمترشح في الفجر الجديد على رأس القائمة في العاصمة، ارتأيت البارح ان هناك اقبال الشباب لما نادينا بشعارات واقعية، وانطلقنا من مناطق شعبية، هناك اقبال من الشباب لحملتنا، يعني فيه تقبل لهذا النداء وفي تقبل لهذا، فنظن الحمله ستتفاعل مع الاحداث وستجند الاحزاب، كل المناضلين وكل الشعب اللي راغب يذهب الى الاقتراع. نعم، اعود اليك سيد محمد صالحي. تحدث سيد علي دراع على الشعارات التي اختاروها لمخاطبه الشباب، كما قال في المقابل هناك الكثير من الاحزاب تتحدث عن برامج تبدو وكانها داخل الانتخابات الرئاسيه وليست الانتخابات التشريعيه. اي وبالفعل يعني في الشباب الان والمواطنون يشتكون من ان الاحزاب تاخذ برامج عامه، يعني من برامجها الحزبيه، واحد يقول لك برنامج فخامه رئيس الجمهوريه مثلا، وما يتكلمش على برنامج ولايته التي هو يريد ان ينتخب عنها لكي يحل مشاكلها. صحيح الاحزاب عن المؤسسه العسكريه، عن وكانه يعني رئيس الحزب يتحدث عن برامج لمرشح للرئاسيات. للرئاسيات نعم، هذه يدل ايضا على عدم استعداد هذه الاحزاب، ويدل ايضا على ضعفها وعلى عدم جاهزيتها، ويدل على ان كثير من المترشحين، يعني ليس كلهم، هناك مترشحون يعني نزهاء وقادرون ومثقفون ولهم برامج، وحتى هؤلاء يعني رشحوا في ظروف محصوره نوعا ما، بحيث لم يعدوا هذه البرامج، حتى ان الولايات مثلا البرنامج لما يطلب من المترشح يكون فيه 4 أو 5 صفحات وكانه ديباجه، يعني ما يكفيش، المفروض يكون فيه تفاصيل. لكن هذا البرنامج في النهايه كيفيه ايصاله للمواطن، لا فقط تقديمه بالنسبه للادارات. بالطبع نعم، هو كيف تقديم وكيف تشريح للوضعية التي يعيشها المواطن في ولايته، في ولايته يشرح هذه الوضعية، يأخذ المعطيات، يأخذ يعني إحصاءات، ثم يطرح البدائل ويطرح الحلول الواقعية. طبعا تكون هذه البرامج وهذه الحلول الواقعية مصحوبة برجال يستطيعون أن ينفذوا هذه الحلول، وقبل أن يكون هؤلاء الرجال قادرين على حل مشاكل المواطن يجب ان تتوفر فيهم شروط، وهذا ما طرح ايضا، هذه اشكاليه كبرى طرحت وسمعنا في الاعلام وسمعنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ان يعني الاموال والاموال الوسخه حاشاكم يعني لعبت دورها في انتقاء هذا، وهذا كله لعب دورا في هذا يعني هذا التخبط وهذه البدايه المتعثره، والتي يعني نحن ندعو ان يتفاعل المواطنون مع المترشحين النزهاء، لاننا نقول دائما مترشح يعني تنقصه مواصفات وتنقصه امكانيات خير من مترشح سارق ولص وشرى يعني القائمه او راس القائمه، لان هذا الذي اشترى يعني كذا. انت من دعاة المشاركه. انا بالطبع من دعاة المشاركه، لانني دائما اقول مثلا نقول لهم ان ننتخب مثلا رئيس بلدية يستطيع سد الحفر فقط ويمسح على رؤوس اليتامى خير من رئيس بلدية يسب المواطنين ولا يخرج من مكتبه طيلة 5 سنوات، ويعني كما نقول احنا دائما كسب مثلا دفع مضرة اولى من جل المصلحة، او دفع ضرر كبير بضرر يعني صغير وهكذا. فمن غير المعقول اننا ندعو مثلا لمقاطعة اشخاص يمكن ان يقدموا لنا ولو القليل، من غير المعقول ان نترك اناس بإمكانهم أن يقدموا لنا القليل ونفسح المجال لأناس نعرف أنهم سيحطمون البلد، يحطمون الولاية، يحطمون الشباب والمستقبل، ناس همهم المال، همهم الشهرة، همهم كذا، ولا وما عندهمش على يحشموا بهذه العبارة هذه. السيد علي دراع كما تحدث هو من دعاة المشاركة، لكن
كما تحدثنا في طيلة البلاتوهات وطيلة الأيام التي سبقت الحملة الانتخابية، هناك عزوف كبير من قبل المواطنين، وهو الشبح الذي ربما يحاربه الكل، ليس فقط الأحزاب الموالية أو المعارضة أو المترشحين الأحرار. ما رأيك في هذه النقطة؟ هو فعلا الظاهر أو الواضح للعيان هناك شبه عزوف، ولكن ليس عزوف الحق، لأن هناك غياب للمترشحين في التواصل مع المواطن. السنوات الماضية سواء أحزاب المعارضة أو سواء أحزاب الموالاة كلهم شكلوا هذا العزوف أو كانوا ينادون للعزوف. أحزاب المعارضة تنادي وتقول أن الانتخابات مزورة مسبقا، ولماذا الذهاب إلى الانتخاب؟ وهذا أثر سلبا على الناخب. اليوم رغم مشاركتها في هذه الانتخابات هي تطعن في شرعيتها. طبعا. وأحزاب الموالاة بتصرفات الغير معقولة في الانتخابات 2012، والتصرفات التي جاءت بعد 2012، وعدم وضوح مهمة النائب، تركت المواطنين يقول لك الأمور محسومة مسبقا، لماذا أنتخب؟ لماذا أذهب إلى الصندوق؟ هل تغيرت هذه الذهنية؟ هل يمكن أن تتغير؟ أنا لا أقول تغيرت أو لا، الأيام هي التي ستترينا هل تغيرت. وأنا أقول إذا كان في خطاب واقعي للمترشحين للأحزاب سواء في أحزاب السلطة أو أحزاب المعارضة، أنت توجه بخطاب واقعي ليس خطاب كذب. ضمن صلاحيات النائب. ما هي صلاحيات النائب؟ أولا نبرز ما هو دور النائب، هل هو دور تشريعي ودور رقابة على الجهاز التنفيذي ودور تسيير المجلس بطريقة عصرية حدثية، يعني إسقاط الحكومة إذا ما تمشيش وتأكيد أغلبية في داخل المجلس، يعني فيه هناك دور كبير للنائب للبرلمان. دور البرلمان يمكن نحل حتى محل رئيس الجمهورية في بعض الأحيان في بعض الأوقات، إذا كان طبقنا صلاحيات الأخيرة الموجودة في الدستور الأخير أن هناك دور وهناك ميزة كبيرة للبرلمان، ولابد أن نذهب للمواطن اللي راح ينتخب ونفهمه ما هو دورنا، لا ما نروحش نعطيه وعود أنني نسد الطريق ونسد الطغرة ونسد ونوجد له المسكن ونوجد له، لا هادو نوجدهم له بقوانين بتشريع. أنا ندافع عن المواطن في المنظومة الصحية، منظومة صحية إذا كانت مريضة لابد أن نغير القوانين اللي تسيرها. اليوم وانا ماشي في 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 في, في طريقي الى كاليتوس والشراربة نوجد مريض، الناس يجمعوا له في الاموال باه يعالجوه، اموال طائله باه يعالجوه مرض خطير. هذا عز الدين، الاخ عز الدين في الشراربة، كل سكان الشراربة الان متضامنين فيه يروحوا. علاش وصلنا لهذا؟ وغيروا كثيرون نعم اختي وغيروا كثيرون. علاش وصلنا لهذا الوضع اذا كان المنظومه الصحيه غير مريضه؟ علاش المنظومه الاجتماعيه غير مريضه؟ كل المنظومات الان اصبحت مريضه، وعلى النائب او على النواب القادمين اللي راحين يروحوا للبرلمان انهم يفكروا ألف مره في كيفيه ايجاد طرق ووسائل للتشريع لإصلاح هذه المنظومات للتقدم بالمجتمع حتى نوصل مثلنا مثل الدول الأخرى اللي تشرع وتسير ونخرج من المأزق اللي تعيش فيه البلاد. إذا رحنا بهذه اللغة أنا ما نقولوش المواطن راك تنتخب عليا لأن أنا غدوة راح نوجد لك السكن، هذا ما كانش، هذا كذب يكذب. هادو اللي يقولوا أنا نوجد لك الجنة، نعطيك الجنة، سك الغفران مدهولك الآن، صوت عليا وعندك صوت الجنة، هذا كذب. هو أستاذ يعني معذرة، أنت راك مترشح ولكن المواطن، يعني فأنا كنت نائب ولكن المواطن يقول لك أن ما شفناكش في الولاية مثلا عام أو خمس سنوات وكذا. المواطن الجزائري غيره في الخارج الولاية نعم يقول لك أنا ما عطيتنيش سكن أو ما عملتليش برنامج تاع سكن، ورئيس البلدية يجند المواطنين ضدك
يقول لك ما عملتلناش برنامج تاع سكن، لم تنتزع كوطا من عند الوالي ولم تاتينا حتى بثانويه من الوزاره. المواطن في الجزائري لا يفهم يعني هي صلاحيات هناك سقف نعم لا يفهم البرلماني. لكن هنا العتب على المترشحين اليوم وعلى النواب البرلمان الذين امضوا 5 سنوات دون ان يستطيعوا ايصال هذه الفكره للمواطن، او حتى يعني قبل وصولهم الى البرلمان، لانهم ربما بعد وصولهم للبرلمان اداروا ظهرهم لهذا المواطن الذي تحصلوا على صوته. لكن قبل ذلك كما ذكر السيد علي دراع أن هناك غياب للحوار بين الناخب والمنتخب. فقط هذه النقطة ربما هي ما جعل هؤلاء المترشحين يذهبون للحملات موازية على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تتابع هذا الموضوع سيد محمد صالحي؟ هو يعني الاحزاب خاصه الاحزاب النشيطه منها لها يعني صفحات وصفحات لمناضليها قبل يعني مترشحي هذه الايام اللي فتحوا صفحات. وكما هو معروف عندنا 17 مليون جزائري في الفيسبوك فقط ينشطوا ويسمعوا ويكتبوا ويتفاعلوا مع المترشحين. هناك معظمهم على ما يبدو معظمهم ليسوا من الهيئه الناخبه، معظمهم الشباب يعني الذين لم يسجلوا اقل من 18 سنه. نعم هناك مترشحون شراوا هذه الصفحه سبونسوريزي يعني ينشطوا فيها بدل يعني هذه القنوات ان لم يكفهم يعني مثلا الحجم الساعي الذي قد يمنح لهم في هذه القنوات الخاصه او العموميه. هناك نشاط كبير ولكن هناك في ايضا مضاده لهؤلاء الناخبين ولاصحاب هذه الصفحات يعني المترشحين اللي تقول ان هذه الانتخابات لا جدوى منها وان الذين مضوا لم يفعلوا شيئا وانتم لم تفعلوا شيئا وكل شيء في يد الحكومه ولما ننتخبكم تذهبون يعني بعيدا. وهذا راجع لاسباب منها ان احزاب المعارضه مرت بمرحلة مثلا أحزاب معارضة، أحزاب السلطة هي أحزاب سلطة يؤاخذ عليها أنها مثلا قانون المالية كما يقول كثير من المعارضين للعمل الانتخابية ومن المعارضة حتى المشاركين، لأنها أحزاب الأغلبية وهي من مرة يقول دارت قانون مالية يجوع الشعب. ثم المعارضة في حد ذاتها مشات في قضية مازفران ثم انقسمت يعني بعضها قاطع العملية الانتخابية وبعضها دخل العملية الانتخابية. وبعض الأحزاب يعني توحدت ولكنها توحدت في الوقت بدل الضائع يعني توحدت مما حتى خلق مشاكل داخل المناضلين في هذه الأحزاب التي توحدت. وقيل من طرف الكثير من حتى من مناضل هذه الأحزاب ومن المواطنين بأن هذه الأحزاب إنما توحدت فقط للانتخابات. وكما حدث في يعني مجموعة الجزائر الخضراء توحدت ثم لم يبدو لوحدتها شيء. ولكن نحن نقول على هذه الأحزاب هناك من النواب من اختلفوا أيضا على نفس مشاريع القوانين، يعني شفنا مشاريع قوانين اختلف عليها النواب نفس الحزب يعني في نفس الحزب. نعم يعني في نفس الحزب، بالعكس هناك نواب خرجوا من أحزابهم التي كانت معارضة وراحوا الأحزاب يعني الموالاة لأهداف كثيرة من بينها أنهم ربما يريدون الوزارات ويريدون المناصب العليا ويريدون التقرب ويريدون الحصول على مقرات أيضا من طرف الولايات ومن طرف. هو ما منعوا القانون الجديد بمنع التجوال السياسي، يعني هذه النقطة سنتخلص منها في العهدة المقبلة. تحدثنا عن الحملات الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي سيد علي دراع وأنت الرجل القانوني أيضا. هناك من يعتبر هذه الحملات أو هذه الحملة الموازية التي سبقت موعد انطلاق الحملة الانتخابية الموعد الرسمي لانطلاقها، هناك من يعتبرها تجاوز، هل توافق هذا الرأي؟ وأيضا هناك تجاوزات أخرى لنصوص صريحة حدثت بالأمس، مثال على ذلك أنه استغلال الرموز التاريخية المشتركة، كيف يمكن محاربتها في غضون الأيام المقبلة للحملة الانتخابية؟ أعتقد التواصل الاجتماعي الموجود حاليا هو شيء طبيعي وعادي ولابد الذهاب اليه، لان القضايا التقنيه والتكنولوجيه الحديثه اذا ما نستغلهاش نبقى بعيدين خارجين على مجال التغطيه، يعني ما نبقاش داخلين في الاحداث. فالوسائل الاجتماعيه والتواصل الاجتماعي شيء ضروري في الوقت الحالي، لان مثل كل دول العالم وشباب العالم وهذا التواصل الان اصبح شيء مفروض.
ولا يستطيع واحد انه يراقبه. تراقبني اليوم باسم، نخرج لك غدا باسم مستعار الى غير ذلك. نعم. فلا بد من التعامل معه والتعامل بحذر والتعامل بذكاء. اننا نساير القضايا هذه ونتعامل معها بطرق علميه، بطرق تواصليه يعني وطرق شبانيه. ما فيما يخص التجاوزات القانونيه فيما يخص الرموز التاريخيه والوطنيه، هذه فيه قوانين. قوانين لابد من توضيح ما هي هذه الرموز. مثلا الاستاذ ليس فقط الرموز الوطنيه بعدما يكمل الاستاذ، يعني حتى الرموز الدينيه، يعني الزوايا مثلا. نعم. وهي يعني تضم مريدين وهم بمئات الالاف، وهذا اخطر من ان يذهب مثلا مترشح وان كان ممنوع ولن يوافق ان يستغله مترشح، لان الذي يترشح يقدم نفسه كبرنامج، كنزاهه، ككفاءه، كالتزام. نعم. ايضا ممكن نتكلموا فيما بعد على موضوع الزوايا هذا استاذ. انا 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 طارح الموضوع في العموم، لا اخصص، نخصص مثلا حاجه او اثنين فقط، وهو العالم الوطني والنشيد الوطني. انا من دعاه ان نستعمل كل الاحزاب مسموح لها ان تستعمل العالم الوطني وتستعمل النشيد الوطني، اللي هادو يجمعونا ككل. طبعا هادو اعتقادي ليست رموز ممنوعه. اما باقي القضايا، واحد اللي يقول لي انا يستعمل رئيس الجمهوريه كغطاء، نقول له لا، هذه مؤسسه تاع كل الجزائريين، رئيس الجمهوريه هو رئيسنا ككل، رئيس كل الجزائريين. لكنه ايضا الرئيس الشرفي لحزب جبهه التحرير الوطني، وبالتالي لا، هو رئيس شرفي، قلت شرفي، فليبقى شرفي. لا ما نسمحش لاي حزب يستعمل الضغط باسم رئيس الجمهوريه على فئه من الفئات او رئيس الجمهوريه هو رئيسي انا وانا في المعارضه، هو رئيس كنتي، هو رئيس الاستاذ، هو رئيسنا ككل، ونفتخر به ان يكون رئيسنا. لكن ما نسمعش الحزب انه يتزايد على حزب واحد اخر باسم سواء رئيس الجمهوريه او باسم رموز اخرى اللي تجمع الجزائريين. فيه مؤسسات اساسيه ممنوع. الجيش الوطني الشعبي هو جيشنا، ما نقبلش واحد يتزايد عليا بالجيش. انا جيش هو جيشي، ونطلب من كل الشعب الجزائري يتوحد وراء الجيش لحمايه حدودنا، يتوحد وراء الجيش لضرب للناس اللي يحبوا يضربوا الوحده الوطنيه، واللي يحبوا يقوموا بانفصال الجزائر، واللي هذا جيشنا ككل. فما نقبلش اي واحد يستعمله كرمز من رموزه ويدخل به في حمله انتخابيه. في هذا الرموز اللي انا شخصيا ما نقبلش، نقبل فقط القضايا اللي توحدنا جميع. هو من حقه يتكلم على سياسة الدفاع باختصار، وقت البرنامج قد سينتهي بعد دقيقتين تماما. أتحدث عن الرموز الدينية، عن استغلال الرموز الدينية. سيد محمد الصالحي تفضل. اي نعم، احنا لما نقول الناس لا تستغلوا المساجد، يعني الزوايا هي مساجد، زوايا مساجد، زوايا مدارس، وفيها مساجد، فيها مصلون، فيها مريدون، فيها يعني أناس. لكن كيف يجب أن تتحرك لجنة مراقبة الانتخابات في حال مثل هذه التجاوزات؟ يجب أن تحدد، يعني تصدر قرارات في هذا الإطار بإشهار بطاقات صفراء وحمراء، قال ممنوع تستغل مثلا تروح تجلس مع رئيس الزاوية مثلا في هذا ال 21 يوم هذه، وتطلب منه أنه يعني يجند لك المريدين. وخاصة أن كثير من المناطق في الوطن، هؤلاء شيوخ الزوايا لهم كلمتهم، قد يوعد مثلا بأن هذه الزوايا سوف تمنح لها أموال. نعم. إذا وصل إلى السلطة، أو يقول ولني في السلطة وأنا تكلمت مع رئيس الجمهورية أو مع وزير الشؤون الدينية وراه صديقي، راه من حزبي، وسوف ترصد لكم أموال. وهذا يقطع الطريق مثلا على مترشح معارض مثل الأستاذ علي درعة، وهذا غير يعني غير مقبول. يعني استعمل وسائل الدولة، استعمل رموز الدولة، استعمل الرموز الدينية والتاريخية لكي ينجح في الانتخابات. أنه مرشح معارض، احسنت انه مرشح معارض. هو قال معارض، هو قال انا معارض. لا انا احنا لسنا معارضه ولسنا في السلطه. احنا في فجر الجديد، حزب وطني، حزب ثوري، مرجعيتنا مرجعيه النظام. طول عمرنا احنا نسمعوا الاستاذ بن بعيبش يقول راني معارض. نعم. الاستاذ بن بعيبش دائما يقول راني معارض. يعني في المعارضه، ولكن المعارضه من اجل في 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 قضايا ويطرح قوانين ويطرح قوانين ترفضها جملة وتفصيل الأحزاب الموالاة. ومن أهم هذه القوانين قانون تجريم الاستعمار. يعني قانون تجريم الاستعمار احنا طارحينه
ويرفض من طرف احزاب الموالاة كحزب ثوري، كحزب ينتمي الى العائله الثوريه. مرجعيتنا هي بيان اول نوفمبر 54، نبحث فقط على كيفيه تسليم المشعل للشباب. هذا المشعل تاع نوفمبر 54 كيف نسلموا للشباب، كيف نسلموا للاسره، كيف نسلموا للاهل. فاحنا في الفجر الجديد دائما كيفاش نتقرب من الشباب. لانه الوقت وقت البرنامج انتهى، كان بودي ان اطرح سؤال اخير مع ذلك سيد محمد صالحي، باختصار كيف تتوقع ان تكون الايام المقبله للحمله الانتخابيه؟ تكون يعني تكون صعبه، يعني صعبه على غير العاده، وهذا يتطلب من المترشحين ومن رؤساء الاحزاب عمل استثنائي لكي تتحرك الأمور، وإلا ستنتهي الحملة يعني على غير ما كانت عليه في الحملات السابقة، وما لا نتمناه، لأنه لا حل إلا صندوق. باختصار سيد علي دراع، احنا نتمنى كل الشعب الجزائري أن يهب هبة واحدة لتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر بإدلاء صوته المرة هذه. المتربصين ثاني في الداخل، مش نقول اللي في الخارج، في المكان لا في الداخل وفي الخارج. هناك متربصين بالجزائر، واللي حضروا يضربوا الوحدة الوطنية، وحبوا يضربوا الوحدة الترابية، واللي حبوا تقسيم المؤسسات، والمفسد أيضا متربص طبعا. وحنا نقولوا للشعب سد طريق أمام هذول انتخابك بالطبع، خاصة انتخابك للشخصيات والأحزاب اللي ترى فيها خير للجزائر، يكون هو سد لضرب هذا. أشكركم جزيل الشكر سيد علي دراع الإعلامي والمرشح في تشريعيات 2017، وأيضا سيد محمد صالحي المحلل السياسي، أشكركم جزيلا. مشاهدينا الشكر موصول إليكم أيضا، ألقاكم غدا بحول الله، أعطيكم الصحة.